في عنا ثلاث مساجد إلها بنشد الرحال، رح نحكي هلا عنهم، يلا نسمع يا أبطال. في عنا ثلاث مساجد إلها بنشد الرحال، رح نحكي هلا عنهم، يلا نسمع يا أبطال. أولهم في مكة أكيد قبلة كل المسلمين، والصلاة بتعادل فيه 100,000 صلاة يا حلوين. أولهم في مكة أكيد وقبلة كل المسلمين، والصلاة بتعادل فيه 100,000 صلاة يا حلوين. شو اسمه؟ شو اسمه؟ اسمه المسجد الحرام. تاني مسجد يا شطار في المدينة بنلاقيه، والصلاة فيه بألف صلاة يا رب نصلي فيه. تاني مسجد يا شطار في المدينة بنلاقيه، والصلاة فيه بألف صلاة يا رب نصلي فيه. شو اسمه؟ شو اسمه؟ اسمه المسجد النبوي. في عنا ثلاث مساجد إلها بنشد الرحال، رح نحكي هلا عنهم، يلا نسمع يا أبطال. والتالت قبلتنا الأولى بفلسطين موجود يا أحباب، والصلاة بتعادل فيه 500 يا أصحاب. والتالت قبلتنا الأولى بفلسطين موجود يا أحباب، والصلاة بتعادل فيه 500 يا أصحاب. شو اسمه؟ شو اسمه؟ اسمه المسجد الأقصى. في عنا ثلاث مساجد إلها بنشد الرحال، رح نحكي هلا عنهم، يلا نسمع يا أبطال. هل أعجبك الفيديو؟ اضغط لايك وشاركه مع الأصدقاء. ابحث عن قناة هدهد على يوتيوب، اضغط سبسكرايب ليصلك كل جديد.